رفعت الراية واندفاع جياد وفراس المستورد على بركلاب في الشوط السادس للتنافس على الهدية الخامسة من هدايا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز بمشاركة 15 راس تمثل 12 شعار في هذا الشوط بمشاركة كل من حلوم فخر الوطن ثريا الحجازي بحار قيصري محارب مملوحة أبا الشيوخ أحرار شواف عز السلطان مشتاقة والله رداس الفادر النوخذة وبس والتقدم في المركز الأول يا أبا الشيوخ بجوار أيضا ثريا الحجاز من الخارج والمنعطف الأول والدورة الأولى لجياد وفراس المستورد من الداخل التقدم لابن إماراتي أبا الشيوخ في المركز الأول ثريا الحجاز في المركز الثاني مع محاولات عز سلطان في المركز الثالث أيضا دخول شواف في المركز الرابع محاولات رداس في المركز الخامس أيضا محاولات من بقية الجياد أيضا محاولات محارب للدخول المركز السادس وتحسين موقع مع جياد وفراس المستورد المتنافسة في الشوط السادس على الهدية الخامسة من هدايا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز كما تشاهدون في المركز الأول أبا الشيوخ لأبناء محمد بن عايش الطيار تدريبات المدرب عزيز وقيادة الخوسي بيتي أبا الشيوخ في المركز الأول مع تهدية لبقية الجياد لطول المسافة و شاهد في المركز الثاني كل من رداس وأيضا الفادر أيضا المركز الثالث والرابع الثاني أيضا لمحارب الثاني وفارق كبير وتجتاز الآن الجياد علامة 800 متر وبشيوخ يقود الجياد مع تقدم الآن الفادر في المركز الثاني مع محاولات النوخذة وبس مع أحمد الشيع للدخول في المنافسة أيضا مع الفادر وأخذ المركز الثاني للحاق بالمتصدر أيضا والتقدم لمحارب في المركز الثاني ولازال بشيوخ في المركز الأول مع المنعطف الأخير في تنافس جياد وأفراس المستورد أبشيوخ في المركز الأول أبشيوخ في المركز الأول مع محاولات محارب للحاق بأبا الشيوخ في المركز الأول محارب أبا الشيوخ محارب أبا الشيوخ أبا الشيوخ في المركز الأول 200 متر محاولات محارب للحاق بأبا الشيوخ ومحاولات الدخول حلوم وأبا الشيوخ والدخول القوي لمحارب وانتزاع الصدارة مع عبد الله الحمد والمركز الأول إذن ما شاء الله على الجواد محارب لفيصل معلّى السهلي تدريبات